أداء الجميل وعند حسن ظن مشكورة التي فازت بأول الأشواط وكان أداء جميل. هني بن عصيان دقيقتين و 18 هي من فازت بالشوط الأول الرئيسي. هذه هي كانت أداء ممتاز وأداء جميل حتى المركز حتى الرمق الأخير بالأداء المميز الذي ينتظره الجميع. تهانينا مشاهدينا لابن عصيان محمد بن سيف بن عصيان، ينطلق شوطا جديد، تنطلق امال جديده مشاهدينا، وايضا الاداء مميز وممتاز مشاهدينا. في هذا الاداء نبشركم ايضا الاداء مميز والشوط هذا الشوط الذي امامكم الشوط الثاني والشوط الاول للقاعدين. اين يذهب هذا الشوط؟ المركز الاول والصداره، الصداره والصداره، الصداره مشاهدينا مع المركز الاول. خلونا نشوف وين اللي في المقدمة. الله، من الجانب كفو لمنصور بن حمد بن علي المنصوري، والمركز الثاني واللي غير الآن غير شاهين لسيف بن محمد بن عصيان المنصوري، راعي مشكورة يبى يخطف المركز الأول في الشوط الثاني كما ذهب بالشوط الأول الرئيسي. يا سلام بدقيقتين و 18، خلونا نشوف شوط القاعدين، خلونا نراه ما يدور. المركز الثاني واصل، شوف اللي واصل شاهين لسالم بن جابر، سالم بن جابر بن هياي المنصوري. الله، هنا واصل الشعار، الشاعر يتقدم بالمركز الثاني. والمركز الثالث وين؟ المركز الثالث مشاهدينا كفو لمنصور بن حمد بن علي المنصوري، هو يتقدم بالمركز الثالث مشاهدينا في هذا الأداء الجميل. ما شاء الله، البقية قادمة. خلونا مع المقدمة بن عصيان، كما أيضا هناك بن عصيان خطف أول الأشواط في البكار، يحاول أن يخطف شوط القعدان. الله على هذه العزبة الجميلة، العزبة التي تمتلك الكثير من الأداء الجميل والإنتاج المميز في سباقات الهجن. الله، المركز الأول ما زال شاهين سيف، ولكن وصل 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 هناك كفو، وصل وصل شاهين سالم بن جابر بن هياي، بن هياي وبن عصيان، بن عصيان بن عصيان. النقطة الثانية، سلام بن عصيان، سلام 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 سلام، سلمة يداك يا بن عصيان، سلمة يداك يا محمد يا بن سيف، يا سيف يا محمد يا بن عصيان المنصوري على هذا الأداء الجميل. سيف محمد بن عصيان المنصوري خطف الشوط الثاني على التوالي. المركز الثاني عندك يا بن هياي اللي هو شاهين لسالم بن جابر الهياي، والمركز الثالث كفو لمنصور بن حمد بن عري المنصوري. دقيقتين 19:50، دقيقتين 19:50 مشاهدينا، هو الأداء الجميل الذي حسمه بن عصيان في الشوطين الرئيسيين.